السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي استفسار يا شيخ، بس جزاك الله خير. تفضلي. أنا متزوجة من 21 سنة، وبعد يعني 21 سنة زوجي اتزوج زوجة تانية وكده، وأنا معايا 6 أطفال وحامل يعني. فدلوقتي أنا زوجي بيسافر كتير، يعني ممكن بسبب شغله يعني ممكن يسافر 15 يوم وكده، وانا طبعا ما بقدرش اسافر بحكم ان انا بضيع الاطفال وكده ومدارس وامتحانات وكده. فهو بعد ما بيرجع مثلا بيديني انا 3 4 ايام، وهي نفس برضك 3 4 ايام. فانا كده يعني مش عارفه، مش حاسه بالعدل، فكده صح ولا ايه؟ مش عارفه. ليه عفوا مش حاسه بالعدل؟ ليه؟ ما هو سوي بينك وبينها، انت 3 4 ايام وهي 3 4 ايام. طيب هو بيسيبني انا 15 يوم، انا بقعد لوحدي بالاولاد في طيب فتره الدراسه لا والمذاكره وكده. عفوا، هو بيسافر بها؟ يسافر بها؟ نعم هو يسافر معها؟ ايوه، هي بتسافر معايا. ايوه 15 لا يوم دول لا، يبقى كده ظلم، كده ظلم. يعني لازم يكون في انا بطلب منه، بس ان هو لما يرجع يعوضني مثلا، حتى لو بعض الايام مش كل لا الايام كلامك، على اساس. أنت محقة في كلامك، هو كده ظالم، لأن السنة أن يقرأ بينكما، والأولاد مسؤوليته، ايوه يقرأ بينكما، أيتكن خرج سهمها خرج بها معه، لكن ايوه هو لا يفعل القرعة، ويحملك أنت تربية الأولاد مع أنه مشارك فيها، فيلزمه أن يعوضك. جزاك الله خير يا شيخ. وياكم.